بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، وهي قصة للكبار فقط، وده نظرا لما تحتويه من محتوى مرعب ودموي، ولذلك لا ينصح باستماعها أو بقراءتها لمن دون 21 عاما. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. طول حياتي وأنا مؤمن بمقولتين، المقولة الأولى هي إن الدال على الخير كفاعله، والمقولة التانية هي إن اللي بيساعد حد يهرب من عقاب على ذنب هو عمله قاصد بيكون زيه زي فاعل الذنب بالظبط، والمفروض يتعاقب كمان بدل اللي فلت من العقاب. ومن عند المقولتين دول بتبتدي الحكاية. في الليلة دي كان قاعد المحامي المعروف وحيد نجيب، كان قاعد في مكتبه، الساعة كانت 11:30 تقريبا. داس على زرار المكتب جنبه فدخله عبد المقصود الساعي. أمرني يا ست المستشار. لما عبد المقصود قال كده رد عليه وحيد بعجرفته وغروره اللي تعرف بيهم من زمان. العيال اللي شغالين في المكتب مشوا؟ ايوه جنابك. طب بص، انا لسه ما خلصتش ورق القضية اللي كنت شغال عليها، والمفروض ان القضية دي انا اللي اقراها بنفسي النهاردة، وعشان كده هضطر اسهر شوية. ماشي يا باشا، اللي تشوفه، انا هسهر مع حضرتك. لا 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 لا، ما منوش لازمة، روح انت وتعالى بكرة بدري. امر حضرتك. السلام عليكم. خرج عبد المقصود من مكتب وحيد ومنه على بيته، وفضل وحيد قاعد في مكتبه بيقرأ في الورق اللي قصاده لحد الساعة 12 بالليل. ومع صوت دقة الساعة ووقوف عقاربها عند الساعة 12 بعد نص الليل، نور المكتب كله اتقطع. استغفر الله العظيم، ده ايه القضية النحس دي؟ كل لما اجي اقراها تحصل حاجة كده تعطلني. كان وحيد بيكلم نفسه وهو قاعد على كرسيه، لكنه فجأة قام ووقف لما سمع صوت خطوات بره أوضة مكتبه. مين؟ مين اللي بره؟ مسك موبايله ونور الكشاف بإيد، وبالإيد التانية مسك طبنجته المترخصة وراح ناحية باب الأوضة المقفول. فتحه بهدوء وهو بيمشي على طراطيف صوابعه من الخوف. عبد المقصود، انت رجعت؟ محدش رد، فاضطر ان هو يخرج من اوضه المكتب ويبص في الاوضه اللي بره، الاوضه الكبيره اللي عامله زي صالون الاستقبال. ومع خروجه كام خطوه لبره كان صوت الخطوات ده اختفى، بلع ريقه بصعوبه وهو بيبص قصاده وبيوجه نور الكشاف شمال ويمين. وفي لحظه سمع من وراه صوت حركه، كان حد بيتحرك بهدوء. لف بالراحة ووجه نور الكشاف بسرعة لمصدر الحركة، وبمجرد ما عمل كده اتفزع لأنه شاف قصاده حد لابس روب المحاماة، الروب الأسود، بس الحد ده ما كانش باين منه ملامح، كان لابس ماسك على وشه. وبسرعة رهيبة ومن غير أي مقدمات، وقبل ما وحيد حتى يعمل أي حركة أو يضرب طلقة من طبنجته، كان الشخص اللي واقف قصاده ده قرب منه بسرعة جدا وغرس سرنجة كده في رقبته. حس وحيد بدوخة وابتدى يتطوح لحد لما وقع على الأرض، غمض عينيه واستسلم للمخدر اللي اتحقن بيه وغاب عن الوعي. وأول لما فاق ما كانش شايف حاجة. في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا مخطوف ولا ايه؟ الدنيا فضلت ضلمة. هو وحيد فاق، بس ما يعرفش هو فاق فين ولا ايه اصلا اللي جراله. هو كل اللي حاسس بيه ان ايديه ورجليه متكتفين ونايم على أرض باردة. فضل يصرخ وينزع زي طور في حلبة مصارعة تيران. أنا فين؟ محد يرد عليا، أنت مين وعامل فيها كده ليه؟ لما سأل أسئلته التلقائية دي بصوت عالي، رد عليه صوت من مكان عالي في الأوضة، كان صوت غليظ، تقدروا تقولوا كده إنه صوت شخص عادي بس متغير كده عن طريق برنامج لتغيير الأصوات، ولذلك فالصوت ظهر إن هو غليظ، وظهر كمان إنه صوت مصطنع. يعني نبرته مش حقيقية. ايه ده يا سيادة المستشار؟ ولا هتحب اقولك يا عقر زي ما البنات اللي بيشتغلوا او بيتدربوا عندك ما بيقولوا؟ اتعصب وحيد لما سمع الصوت ورد بغضب. لو ذكر وراجل اظهر لي، افتح النور واظهر لي كده واجهني وش الوش. ضحك صاحب الصوت ورد على وحيد بسخرية. لا حلوة، المحامي الديوس اللي بيخرج القوادين والحريم الشمال من قضايا الدعارة بيتكلم عن الرجولة،
أما حاجة غريبة يا جدع، بس قول لي يا عقر، هو ايه مفهومك عن الرجولة؟ استنى ما تجاوبش، اصلك هتجاوب ازاي وانت عمرك ما شميت ريحتها؟ اتعصب وحيد اكتر وزعق وهو بيحاول يفك نفسه. انت مين يا حيوان يا ابن الحيوان؟ انت مين؟ قولي، انت خطفني وعايز فلوس؟ دي اجابتي على النص الاولاني للسؤال. انا خطفك، اما بقى النص التاني فاجابتي عليها هتقول لا. هو انا يعني يوم اخطف اكبر محامي في البلد هخطفه عشان فلوس؟ بس تفتكر صحيح لو طلبت منك فلوس اطلب كام؟ وهنا بقى ابتدى وحيد ينخ ونبرته العالية دي بقت اوطى شوية. اللي انت عايزه هديك اللي انت عايزه، بس فكيني ومشيني. اقولك فكيني ومشيني وانا مش هجيب سيرة لحد خلص باللي حصل. تاني هتخليني اضحك على كلامك تاني؟ جرى ايه يا عم؟ وانا جايبك ملاها عشان اكتفك شوية وبعد كده تديني شوية فلوس ومشيك؟ يا وحيد افهم، انا مش عايز فلوس، انا عايزك تنظف نفسك. انظف نفسي؟ ازاي انظف نفسي يعني؟ وانظف نفسي من ايه اصلا؟ من وساختك. في اللحظة دي النور اتفتح عشان يظهر قصاد وحيد معالم المكان اللي هو فيه. اوضة صغيرة حيطانها وارضها من اسمنت على المحارة زي ما بيقولوا، اما هو فكان نايم على جنبه في الارض ومربوط. ايدي الاتنين مربوطين في بعض بحبل قوي، والحبل ده واصل لرجليه وبرضه رابطهم في بعض. ومن بعد الرابطة اللي في رجليه الحبل كان ماشي وداخل في ثقب، والثقب ده موجود في اوطى مكان في الحيطة اللي قصاده. وحيد اول لما شاف منظر الاوضة والحبل اترعب، دقات قلبه زادت، ابتدى يعرق بشكل ملحوظ. وقبل ما يقول اي حاجة اترفعت الحيطة اللي طلع منها الحبل. تقدروا تقولوا كده انها كانت حيطة ديكور على عكس بقية حيطان الأوضة. وبعد ما اترفعت الحيطة خالص ظهر من وراها لوح ازاز في نفس الثقب، وبرضو الحبل داخل منه للأوضة اللي قصاده. وعلى الناحية التانية وحيد كان قادر يشوف من خلال الازاز واحدة ست مربوطة زيه بالظبط، مربوطة بنفس الحبل اللي طالع منه. بصلها وحيد وهو مش فاهم حاجة، وساعتها الصوت المصطنع اللي جه من سماعة موجودة في سقف الأوضة فهمه كل حاجة. أيوة أنا ملاحظ إنك مركز مع كل حاجة قصادك، وقبل ما أقولك إيه اللي مطلوب منك ومنها هقولك حاجتين. الحاجة الأولى هي حدوتة صغيرة كده لازم تعرفها قبل ما نبدأ اللعبة، والحاجة التانية هي شخصية الست اللي متخدرة قصادك دي على الناحية التانية. بص يا سيدي، أول حاجة هي حدوتة ولد صغير أبوه جاب له كمبيوتر وهو في تاني إعدادي، ولأن الدنيا كلها كانت مشغولة عنه وأمه ميتة وأبوه تملي في شغله، فمفيش حاجة كانت بتسليه في أجازته غير الأفلام الأجنبي اللي قدر يجيبها على فلاشة من السايبر اللي تحت بيته. ومن ضمن الأفلام اللي شافها كانت سلسلة أفلام أجنبية، سلسلة اسمها سو أو ساو على حسب اللي بيقولوها، ولو ما شفتهاش فأنا هقولك على ملخص الحدوتة بتاعتها. والملخص كده ان هي بتتكلم عن ان الشخص لازم يتعاقب بالذنب اللي عمله، لو يبقى هو اللي يعاقب نفسه، ولو نجح وعاقب نفسه وكسب في اللعبة اللي بيتحط فيها بيكسب حياته وبيعدي للعبة التانية او بيخرج من اللعبة خالص. ومن هنا بقى الولد حب الفيلم، حب الرسالة اللي جاية من وراه، حبها حتى لو كانت رسالة بيتم تنفيذها بشكل غلط، بس اهو حبها وبقى مجنون باللعبة، لو يبقى ده كمان لما كبر قرر ان هو يدخلك فيها. والحد هنا بقى بتنتهي حكاية الولد. ومن بعدها نيجي بقى لشخصية الست اللي قدامك دي يا سيدي تبقى فريال هانم، فاكرها؟ سرح وحيد شوية مع الست اللي كانت متخدرة ونايمة على الارض. لا مش فاكرها، مين دي؟ ضحك الصوت وبعد كده رد على وحيد. صحيح، هتفتكرها ازاي وانت كل يوم والتاني بتقابل وشوش زبالة شبهها؟ على العموم انا هقولك، فريال دي يا سيدي تبقى صاحبة جامعة خاصة، من سنين ابنها الوحيد وليد كان عيل بايظ ومضيها بقى كل يوم شرب وسهر. وفي ليلة وقت ما كان راجع من سهرة كده كلها ضرب، خبط شاب غلبان بعربيته وقتله. الواد اتعجن تحت العربية، ولما عرضت فريال دي على اهل الولد ده بعد ما ابنها اتقبض عليها عشان يتنازلوا عن القضية، اهل الولد رفضوا،
وعشان كده راحت لك، وانت بسم الله ما شاء الله ممكن تعمل اي حاجة عشان الفلوس، فطبعا قبلت انك تترافع عن ابنها. وبعد كده لبست ابو الواد قضية مخدرات وابتدت تساومه ما بين التنازل عن قضية قتل ابنه وما بين الحبس. وطبعا الرجل اتنازل وطلعته من قضية المخدرات، والواد ابنها خد حكم مخفف خالص وقضى تقريبا كام سنة كده وخرج. ودلوقتي ابنها بعد ما صفرته برا مصر فتح مشروعه وعاش حياته. اما ابو الواد اللي اتقتل فمات هو ومراته من كتر الحزن على ابنهم. ابنهم الوحيد اللي اخدوا ديته ولا حتى اللي قتلوا تعاقب. تعلب يا عقر تعلب. بلع وحيد ريقه واتكلم ببطء. بس ده شغلي، ودي كانت اول قضية في مكتبي المستقل، يعني كان لازم ان انا اقبلها. شغلك ايه بس يا راجل؟ يعني شغلك بيقول انك تلبس ابو الواد مصيبة وتطلع قاتل من قضية قتل؟ اتعصب وحيد واتكلم بصوت عالي. وانا كنت هعمل ايه يعني؟ انا لو ما كنتش عملت كده كانت هتجيب محامي غيري وبرضه كان هيتصرف، وكده كده ابنها كان هيطلع، ما كانش هتغلب يعني. بس جابتك انت وانت اللي طلعت الواد. وعموما يعني ده مش موضوعنا، خلينا اشرح لك اللي انت داخل عليه. في ساعة فوق لوح الازاز، شايفها؟ بص وحيد لفوق، وساعتها شاف فوق الازاز اللي قصاده ده ساعة قاربها واقفة عند الساعة 12. كمل الصوت كلامه مع نظرات وحيد للساعة وللست اللي لسه نايمة. الساعة دي عقاربها هتتحرك اول لما اقولك استعد، ومن بعد حركة العقارب هيكون قدامك 10 دقايق. طب هتعمل ايه في العشر دقايق دول؟ هقولك، بص فوق، بص فوق. بعد المكان اللي انت فيه بشوية هتلاقي حجر كبير في السقف. بص وحيد فوقيه عشان يلاقي حجر كبير كده بعيد عن المكان اللي هو نايم فيه بمسافة اقرب للوح الازاز. الحجر ده فيه زيه فوق مدام فريال، وكذلك الساعة برضه. كل حاجة في الأوضة دي فيه زيها في الأوضة اللي قصادها. طب الحجر ده بقى بيعمل ايه؟ الحجر ده المفروض ان هو بعد 10 دقايق هيقع، بس مش اللي فوقك ولا اللي فوقيها مع بعض، لا، هو حجر واحد بس اللي هيقع وهيجيب اجل اللي تحته. ودي اللعبة، انت مطلوب منك انك تسحب نفسك وتسحب الحبل معاك لحد نهاية الأوضة، يعني لحد الحيطة اللي في ظهرك. ولو جت عقارب الساعة عند 12 و10 وانت عند الحيطة، الحجر اللي ناحيتك مش هيقع. اما بقى الحجر اللي ناحية فريال فللأسف للأسف هيقع. سكت وحيد ثواني كده وهو بيفكر في كلام الصوت، وبعد سكوته رد بارتباك وقال: بس انا هشدها هي كمان، لانها مربوطة بنفس الحبل اللي انا مربوط بيه، ولما انا هشدها هتبقى تحت الحجر وهيقع عليها، يعني بكده هبقى انا اللي موتها. وبرضه هتبقى انقصت نفسك. وخليك فاكر لو فضلتوا انتوا الاتنين في النص، الحجرين هيقعوا ناحيتكم، يعني انتوا الاتنين هتموتوا. لعبتي يا وحيد ما فيهاش حياد، يا قاتل يا مقتول. يلا يلا استعد. اول ما الصوت قال استعد ابتدت عقارب الساعة تتحرك. عدت دقيقة او اكتر وهو قاعد في مكانه مش عارف يعمل ايه، مصدوم تايه بيفكر هو ازاي ممكن يخرج من المصيبة اللي هو فيها دي. وبعد ما الصدمة راحت ابتدى ان هو يشد الحبل عشان فريال تقوم، وقامت فعلا. بصت حواليها، ما كانتش عارفة هي فين، كانت بتتكلم بس صوتها مش طالع. الازاز ده كاتم للصوت، والثقب اللي معمول فيه صغير قوي وعلى قد الحبل بالظبط، يعني مفيش اي صوت ممكن يتنقل من خلال اللوح. بصت فريال لفوق ناحية السماعة، كان الصوت بيقول لها على قواعد اللعبة. وبعد دقايق من نظرات وزعيق وحيد، رجعت فريال بظهرها وهي قاعدة وشدت الحبل من ناحية وحيد. في اللحظة دي وحيد عرف انها فهمت قواعد اللعبة، وانها كمان قررت تضحي بيه. وللسبب ده قرر وحيد انه يلعب، رجع بظهره بكل قوة، كان بيسحب الحبل وفريال هي كمان بتقاوم، يسحب وهي تقاوم، يسحب وهي تقاوم. وفي الوقت المحدد وقفت عقارب الساعة عند 12 و10، ووقع الحجر اللي في الأوضة. بس أوضة مين بقى؟ أوضة فريال. غمض وحيد عينيه لأنه ما قدرش يشوف منظر فريال والحجر بيحولها المعجون بني أدمين. هو بس سمع صوت هبدة قوية، وبعد ما فتح عينيه لقى الحجر واقع والإزاز اللي قصاده مليان دم.
كان مصدوم مرعوب بياخد نفسه بالعافية وهو ساند ظهره على الحيطة اللي وراه. قلبك طيب يا متر، ما قدرتش تشوفها وهي بتتعجن. ياه فاتك مشهد عظيم. لما الصوت اللي خارج من السماعة قال كده رد وحيد وهو حرفيا بلشيط من الغضب. انت مش بني ادم، انت حيوان حيوان، وانا لما اخرج من هنا هقتلك يا ابن ال... اخرس يا ديوس، وقبل ما تسأل نفسك انا ليه بندهك باللقب ده، عاوزك تركز في اللي انا هقوله عشان تفهم. خد نفسك بالراحة واملى صدرك بالهواء اللي جواه مخدر عشان تنام، ولما تصحى وتلاقي نفسك في المرحلة الجديدة هبقى اقولك انا ليه بندهك بالاسم ده. ابتدى وحيد يتنفس لحد لما غاب عن الوعي، واول لما فتح عينيه لقى نفسه برضه متكتف والدنيا ضلمة من حواليه، لكن المرة دي ما كانش نايم على الارض، ده كان حاسس ان هو قاعد على كرسي. واح واح وحيد، صباح الفل يا متر، تحب اجيب لك الفطار؟ رد وحيد على نفس الصوت الغليظ ده بتعب. انت ايه جنس ملتك ايه يا عم؟ ما تشغلش نفسك بيا، خليك فيك انت، يلا استعد للمرحلة اللي جاية. بس قبل ما افتح النور واشرح لك المرحلة دي هدردش معاك في كام حاجة كده لحد لما تفوق خالص من اثر المخدر. قول يا متر، تفتكر ليه المحامي بيلبس روب اسود؟ استنى ما تجاوبش، انا هقولك. في فرنسا سنة 1897 كان في قاضي قاعد في البلكونة وقت العصر كده بيشرب فنجان قهوة. القاضي ده وهو قاعد منسجم وسرحان اتنفض من مكانه لما شاف جريمة قتل بتحصل قدامه، ومش بس شاف جريمة القتل، لا ده كمان شاف ملامح القتل كويس قوي وشاف كل تفاصيل الجريمة. ومع مرور الايام وبعد ما القتل ده اتقبض عليه بعد ما كان هربان واتجاب بعد كده، اتعرض قدام القاضي، وطبعا القاضي لان هو كان شاهد على اللي حصل حكم على المتهم بالاعدام، وما استكفاش بالحكم وبس، لا ده كمان حضر الاعدام اللي تم عن طريق المقصلة. بس قبل الحكم كان في حاجة غريبة في القضية، المتهم وقت المحاكمة قدر يجيب كذا شاهد اثبتوا ان هو كان موجود في مكان تاني وقت وقوع الجريمة، بس للأسف القاضي مهمهوش شهادة الشهود وقال الحكم بناء على اللي شافه هو. وتمر الأيام والشهور ويجي قدام القاضي نفس المتهم تاني، نفس الشخص نفس الملامح، والمرة دي متهم في قضية تانية. حاجة غريبة مش كده؟ وقتها القاضي سأل المتهم وقال له مش أنا اديتك إعدام من شهور وحضرت التنفيذ بنفسي، إزاي واقف قدامي دلوقتي والمفروض أحاكمك في قضية تانية؟ وحتى لو هربت هتكون قدرت تهرب إزاي وانت ميت؟ بص المتهم للقاضي وقال له كلام نزل عليه زي الصعقة. المتهم قال للقاضي بكل برود ان فعلا ارتكب الجريمة الاولى اللي هي جريمة القتل اللي شافها القاضي، وبعد ما ارتكبها هرب، واللي اتقبض عليه بقى اخوه التوأم هو اللي تعدم ظلم. اتصدم القاضي وعاش فترة طويلة في حالة نفسية وحشة اوي، ولما رجع لشغله من تاني واشتغل على قضية جديدة اتفاجئ بمحامي دخل عليه بروب اسود. استغرب من شكل الروب وسأل المحامي عن السبب اللي مخليه لابسه. وقتها المحامي قال له ان الروب ده بيمثل شبح الشخص اللي تعدم ظلم، وقال له كمان ان هو لبسه مخصوص قصاده عشان يفكره بحاجة مهمة قوي، والحاجة دي هي الحكم بالادلة والبراهين. فهمت حاجة؟ انت عاوز توصل لايه؟ حاجتين يا وحيد، عاوز اوصلك من الحكاية دي حاجتين. الشخص اللي بيتقتل ظلم ما بيموتش، شبحه بيفضل يطارد اللي ظلمه في الدنيا، ولو حقه مرجعش بياخدوا اضعاف في الاخرة. والحاجة التانية هي انت المحامي، انت اللي ممكن تلعب في ثغرات القوانين عشان تخلي القاضي يحكم بالحكم اللي يرضيك ويرضي موكلك. بس بقولك ايه، اظن الحكاية دي فوقتك، ركز معايا بقى عشان هفتح النور. سكت الصوت ومع سكوته اتفتح النور عشان وحيد يشوف الاتي. كان في نفس الأوضة قاعد على كرسي غريب جدا، ايديه ورجليه متكتفين في الكرسي، اما على راسه فكان فيه خوذة غريبة قوي مش عارف هو لابسها ليه. وقصاده بالظبط كان موجود نفس اللوح الازاز، لكن المرة دي كان ظهر قصاده راجل في الستينات تقريبا، ما كانش دريان بحاجة لان هو لسه متخدر وما فقش. ركز معاه وحيد وساعتها اكتشف انه قاعد على كرسي شبه الكرسي اللي هو قاعد عليه بالظبط. ركز وحيد اكتر واكتر مع الراجل،
كأنه بيبص لملامحه وبيتعرف عليه. وبعد تركيز دم لفترة قصيرة قال وحيد بصوت عالي: الحاج عبد الناصر ال... قطع الصوت قبل ما يكمل: الأوراني عبد الناصر الأوراني، 67 سنة، صاحب سلسلة كافيهات مشهورة، والكافيهات دي بيشتغل فيها بنات، بس مش وترية ولا كاشير ولا أي وظيفة عادية. ده عبد الناصر بيخليهم يقعدوا كأنهم زبائن، والواحدة من دول تشغل الزبون وتوقعه لحد لما يظبط معاها، وبعد ما يتفقوا على السعر وكل حاجة تبقى تمام تاخدوا البنت وتروح على شقة صاحبها. صاحبها مين؟ عبد الناصر برضه، ويحصل اللي بيحصل بين أي واحد ديله نجس وبنت شمال. وهو كان شغال بقى ومدورها لحد لما في يوم قتل بنت من البنات اللي شغالين عنده. البنت كانت عاوزة تهرب وتتوب وتتجوز، بس هو رفض، ولما عندته قتلها. وبعد ما قتلها جالك وقعد يعيطلك، وسيادتك طبعا دلته على اللي المفروض يعمله. قلت له يرميها في أي حتة صحراوية ويسيب جنبها رسالة مضمونها إن هي انتحرت. وجوز أم البنت اللي بيربيها بعد ما أمها ما ماتت ومشغلها عند عبد الناصر من الأول اشتريت وسكته بالفلوس. وعدت الحكاية، وجوز أم البنت بعد فترة لحس في عقله من كتر الشرب وبقى متسول ومات في الشارع. وبعد ما السنين مرت وعبد الناصر ريحته فاحت قوي ووقع في ايد الحكومة، سيادتك اترفعت عنه وطلعته من كذا قضية دعارة. مر بان الشقة دي مش بتاعته وهو كان مأجرها الناس جبتهم وشيلتهم الليلة بعد ما قبضوا طبعا. ومر بانك خليته كتب كافيه من كافيهات الواحد من اللي شغالين معاه وشيلتوه هو كمان الليلة التانية، وهكذا يا متر، لحد لما عبد الناصر خرج منها ابيض ورجع يكمل شغله من تاني، بس المرة دي بقى في المداري وفي أماكن مختلفة. أما أنت بقى فأنت طلعت من ده كله بملايين، وطبعا أنت عارف الملايين دي جاية منين. ما هو واحد زي عبد الناصر ده هيكون كسب ملايين منين يعني؟ ورغم كده برضو خدت الفلوس وساعدته، خدتها وأنت عارف أنها جاية من شغل الدعارة. تبقى قواد ولا مش قواد يا وحوح؟ طب تبقى ديوس ولا مش ديوس؟ عرفت بقى أنا كنت بناديلك باللقب ده ليه؟ اتهز وحيد من مكانه ورد على الصوت ده بزعيق: انا هقتلك لما نخلص من الهبل اللي انا فيه ده، هقتلك وكتاب الله المجيد هخلص عليك بعد ما اوريك النجوم في عز الظهر. رد عليه الصوت بتريقه: كذاب يا وحوح، ولا هتعرف تعمل معايا حاجه. وبعدين انا عاوزك تبطل نفاق بقى، بطل بقى تحلف بكتاب الله وانت عمرك ما احترمت احكامه ولا نفذت اللي مكتوب فيه. اتكلم على قدك يا وحوح وركز معايا، المرحلة اللي جاية رخمة مش سهلة. دلوقتي الكرسي اللي انت قاعد عليه ده اسمه كرسي الإعدام أو كرسي الكهرباء، وطبعا انت عارف لأنك أكيد درسته في كلية الحقوق، ولو ما درستوش أو لو ما كنتش بتحضر يعني فأنا هشرح لك. الكرسي ده لما بيشتغل بكامل قوته بيوصل كهرباء الجسم اللي قاعد عليه، قادرة انها تحوله في أقل من دقايق لكتلة من النار. طب واللي المفروض تعمله بقى عشان الكرسي ده ما يشتغلش؟ بص يا سيدي، هتلاقي تحت رجلك الشمال زرار، الزرار ده لما هتدوس عليه برجلك الكرسي هيشتغل لكن مش بكامل قوته، هو هيشتغل بنسبة 1%، يعني هيوصل لجسمك كهربا ما تموتكش، كهربا هتعذبك عن طريق دماغك لان هي بتوصل للمراكز العصبية على طول. وانت وشطارتك بقى الساعة لسه في مكانها، بص عليها كده. بص وحيد على الساعة اللي موجودة فوق اللوح الإزاز، كانت في مكانها، والعقارب برضو كانت واقفة على الساعة 12. ضحك الصوت وقال له بهستيرية: جدع وحيد نبيه، ايوه اللي انت بتفكر فيه مظبوط. اول ما عقارب الساعة تتحرك هيكون قدامك 5 دقايق بس، ولو العقارب وقفت عند الساعة 12:05 وانت ما تكهربتش الكرسي هيشتغل بكامل قوته، وكذلك هو كمان عبد الناصر. اول ما الصوت قال اسم عبد الناصر، جسم عبد الناصر اتنفض وكانه اتكهرب، فتح عينيه وابتدى يبص حواليه برعب وخوف. بعد كده بص لفوق للسماعه اللي طلع منها الصوت، اتشرحت له كده قواعد اللعبه، ووحيد بيبص له وهو مش سامع اي حاجه. بص له عبد الناصر وهو بيعيط وحاول ان هو يتواصل معاه، بس معرفش، كان منهار. وفي الناحية اللي قاعد فيها وحيد اتكلم الصوت من السماعة: اجهز، اول ما اقولك استعد العقارب هتتحرك،
ولو العقارب وقفت وانت ما تكهربتش هتموت، وهو كمان نفس النظام. ولو انتوا الاتنين عدت عليكوا الخمس دقايق وانتوا بتتكهربوا الكهرباء الخفيفة دي هتعيشوا، انما اللي هيضعف هيموت. وقبل ما نبدأ في ملحوظة، كل ما حد فيكوا هيدوس على الكهرباء الخفيفة الوقت عند التاني هيعدي بسرعة، والعقارب هتجري كمان بضعف سرعتها. يعني كل ما تكهرب نفسك بالكهرباء البسيطة اكتر هتبقى بتنقذ نفسك وبتوتر كمان اللي قدامك وبتخليه كهرب نفسه لحد لما ينهار. ايوه هي دي اللعبة، اللي هيتحمل اكتر ومش هيشيل رجله من على الزرار في الدقيقتين ونص هيعيش، واللي مش هيتحمل وهيسحب رجله هيتفحم. يلا استعد. وبعد ما الصوت قال كلمة استعد ابتدت العقارب تتحرك، ومع حركة العقارب اتفاجئ وحيد ان الساعة عنده بتمشي بسرعة، وده معناه ان عبد الناصر بيكهرب نفسه عشان يخلي الوقت يعدي عند وحيد بسرعة ويموت. ساعتها وحيد استنى شوية، ووقت ما العقارب وقفت كده عند النص بالظبط وتابع عبد الناصر، داس وحيد على الزرار برجليه وابتدى يتكهرب. في الاول الكهرباء كانت بسيطة زي هزات خفيفة كده حاسس بيها جوه راسه، ومع استمراره في الضغط على الزرار ابتدى عبد الناصر ينهار، وابتدت العقارب تمشي عند وحيد ببطء. وفي اللحظة دي وحيد ما وقفش، ده فضل دايس كده ومستحمل تأثير الكهرباء البسيطة اللي ابتدت تخلي جسمه يتنفض. كان بيصرخ وبيقاوم، وفي نفس الوقت رجله كانت ميتة على الزرار. ووسط كل ده كان ملاحظ عينين عبد الناصر اللي بصت على العقارب وابتدت تدمع. خلاص عبد الناصر سلم وما بقاش قادر، جسمه ساب تماما واستسلم. وفي لحظة ابتدى وحيد ينهار ووعيه ابتدى كمان يقل، والرعشة اللي في جسمه بسبب الكهرباء المستمرة زادت. وقبل ما يغيب عن الوعي شاف إضاءة الأوضة اللي قصاده وهي بتطفي وبتنور بشكل هستيري، وكمان قدر يسمع صوت عبد الناصر وهو بيصرخ. وفي لحظة كده فتح عينيه للمرة الأخيرة عشان يشوف جثة عبد الناصر وهي متفحمة على الكرسي، وده طبعا بعد ما الكهرباء الشديدة حرقتها. ومن بشاعة المنظر والألم اللي كان حاسس بيه وحيد غمض عينيه واستسلم. وحيد يا متر، انت يا زفت الطين، فوق يلا خلينا نخلص. فتح وحيد عينيه بعد ما سمع نفس الصوت وهو بينادي عليه، كان في نفس الأوضة ونورها الأبيض شغال، وبسبب النور ده قدر يشوف كل حاجة حواليه. ايديه ورجليه ما كانوش مربوطين، كانوا بعاد عن بعض، بس كان فيهم جنازير مش طويلة قوي كانت داخلة جوه الحيطة اللي وراه. وقصاده كان نفس لوح الإزاز زي ما هو، والأوضة التانية كانت فاضية. بص للسماعة بتعب وهو نايم على الأرض. هتعمل فيا ايه تاني؟ بعد سؤاله ده جاوب الصوت اللي خرج من السماعة وقال: هو أنا عملت فيك أولاني عشان أعمل فيك تاني؟ يا عم ده انت عديت من المرحلتين اللي فاتوا دول زي السكينة في الحلاوة، جرى ايه؟ ما تجمد كده يا سيادة المستشار، اجمد كده وركز معايا في اللي جاي. اجمد ايه بس؟ وانا بقى في حيل؟ ده انت شطان. انا برضو اللي شطان، ده انت اللي عم الشياطين كلهم. طب اقولك حاجة، انت شخصية تتدرس، ومش بس تتدرس والله، انت يتعمل عنك افلام. لكن تفتكر مين بقى ممكن يعمل دورك في الفيلم؟ ما ظنش ان في حد هيعرف يقلد وساختك. ده انت غلبت استاذ الباتشينو يا راجل في فيلم محامي الشيطان. هزر يا روح امك. لو اعرف انت مين. هتعرف لو عديت من المرحلة دي هتعرف، صدقني هتعرف. ركز معايا بقى عشان ايه نخلص. لو بصيت على الساعة هتلاقيها واقفة عند 12 برضو، ولو بصيت تحت رجلك بالظبط هتلاقي سكينة. طب هتعمل ايه بقى بالسكينة دي يا وحيد؟ هتعمل ايه بالسكينة يا وحيد؟ قول. مش عارف. اقول لك انا، انت هتمسك السكينة بايدك الشمال وزي الشاطر كده هتقطع سبابة كفك اليمين. طب هتقطع السبابة ليه برضو؟ اسم الله عليك، انت هتعمل كده عشان لو ما قطعتوش في خلال 10 دقايق الفتحات اللي في الأوضة هيدخل لك منها غاز مسمم، غاز اول لما تشمه هتموت. يلا فاكر كلمة البداية في اي لعبة كانت ايه ولا نسيت؟ رد وحيد وهو بيمسك السكينة. فاكر، استعد. انما قبل ما اللعبة تبدأ عاوز اقولك حاجة، انا موافق العب اللعبة الاخيرة عشان اعرف انت مين، واوعدك ان انا هكسب وهعرف انت مين.
واوعدك كمان ان انا بعد ما اعرفك مش هسيبك. يوه بطل هري بقى يا عم. يلا واحد اتنين تلاتة استعد يا عقر. بص وحيد ناحية عارب الساعة اللي ابتدت تتحرك، ومع حركتها قرب وحيد السكينة من كف ايده اليمين، كان بيدمع وجسمه كله بيترعش. حركة عارب الساعة بتزيد، ووحيد بيقرب السكينة من صباعه، قربها أكتر وأكتر، جمد قلبه وتشجع وقاوم دموعه وخوفه من الألم، وابتدى يقطع صباعه. صراخه ما كانش بيوقف، نصل السكينة الحامي اخترق الجلد وابتدى يقطع في العروق واللحم. عياط وحيد زاد أكتر، وعارب الساعة كانت عمالة تمشي، نصل السكينة هو كمان بيمشي، صوته جوه اللحم وشكل الدم وريحته خلوا وحيد ينهار. اللعاب سال من بقه واختلط بالدموع والدم، صرخاته تحولت لأنين، وبعد حوالي 8 دقايق كان الصباع انفصل عن الكف وعقارب الساعة وقفت. انهار وحيد وفرد جسمه على الأرض، بص على كف ايده على مكان الصباع المقطوع وهو بيترعش، وقبل ما يستجمع قوته كان ظهر قصاده في الأوضة التانية شخص، نفس الشخص اللي لابس القناع والبلطو الأسود، نفس الشخص اللي خطفه من مكتبه. قرب من الإزاز اللي اتفتح لوحده، دخل الأوضة اللي فيها وحيد ووقف بعد ما كان الإزاز بخطوتين. بصله وحيد وبتعب قال له: أنا ما خفتش ولعبت وكسبت، شيل اللي أنت لابسه ده واجهني. رد عليه الشخص بصوت شاب: لا أنت خفت، أنت أصلا لعبت وكسبت عشان خايف، خايف من الموت يا وحيد، خايف تقابل ربنا وتقف بين ايديه. ايه بتدوي في الكلام ليه؟ تخاف مني بجد وخايف تشيل القناع اللي اعرفك ولا ايه؟ اخاف منك؟ انا اخاف منك؟ ده المفروض انت اللي تخاف لما تعرفني. شال الشاب القناع عشان تظهر من ورا ملامحه وملامح شاب في نهاية العشرينات. بص له وحيد باستغراب وسأله: انا معرفكش، انت مين؟ هحكي لك، وما تحاولش تقوم ولا تهجم عليا لان الجنازير القصيره هترقدك مكانك تاني، فاحسن لك انك تقعد زي الشاطر كده وتسمع حكايتي، وبعد ما هخلص اوعدك ان انا هعمل معاك الصح. بص يا سيدي، من سنين كتير كنت انت شغاله عند محامي كبير ومعروف. المحامي ده رفض قضيه لدكتور عنده مجموعه مستشفيات خاصه، رفضها لان هو بيخاف على سمعته، وكمان لانها قضيه تجاره اعضاء، والدكتور المعروف ده كان متورط فيها. ما هو الدكتور الفاضل صاحب المستشفيات المحترم كان بيستغل العيانين الغلابة اللي بيدخلوا عنده كده، وكان بيموتهم وبياخد أعضائهم. ولما واحد من أهل الغلابة دول شاف حاجة غريبة في جثة أبوه قبل ما يدفن وراح بلغ باللي شافه، الشرطة راحت المستشفى وحققت، وقدروا إنهم يعرفوا إن دي مش أول جثة يتاخد منها أعضاء، واتقبض بقى على صاحب المستشفى واتقال عليه رئيس العصابة. وأول لما قدر يخرج بكفالة راح للمحامي الكبير وحاول يوكله في القضية، بس هو رفض، وساعتها بقى ظهرت انت، محامي شاب شاطر موهوب في اللعب بالقوانين. خرجت جري ورا الدكتور وتواصلت معاه ولقيت له الحل، حد يشيل الليلة مكانه، والحد ده لازم يكون له علاقة بالمشرحة والجثث، ووقع الاختيار على عم جبر عامل المشرحة الغلبان. قتلته وبينته ان موته كان انتحار، وحطته جنب ورقة فيها اعتراف منه بان ارواح الجثث اللي سرق اعضائها بتطرده، وعشان كده انتحر. انتحر لانه رئيس العصابة الاساسي، وبس يا سيدي، اتقفلت القضية وانت قبضت ملايين وبقيت محامي معروف جدا، والدكتور خد حكم مخفف وخرج واشتغل، وفضل بقى شغال لحد لما ربك عز وجل اراد ان هو يتصاب بمرض نادر، ومرضه ده خلاه خسر كل حاجة وقفل مستشفياته واحدة ورا التانية، وفي الاخر مات. انما في الوقت اللي هو كان بيتعب فيه كان في عيل صغير بيكبر، كريم جبر الغنام. أنا كريم ابن جبر عامل المشرحة. بعد ما قتلت أبويا ما بقتش عارف أروح فين، ما كنتش أعرف أي حد من قرايبنا لأن أقربهم لينا كان بعيد جدا، وأمي كانت ميتة، فأنا وقتها ما كان ليش حد غير عم عبد المقصود صاحب أبويا من أيام ثانوي، كنت بعتبره زي عمي بالظبط. رحت له وأنا عيل في إعدادي، والراجل كبرني ورباني مع ابنه، وبعد ما عديت ثانوية وجامعة وكبرت اشتغلت وحوشت، وبدأت أمشي بقى ورا الخيط اللي باقي من القضية.
ما هو أبويا اللي أعرفه وعشت معاه لا عمره كان بيتاجر في أعضاء ولا كان ممكن ينتحر. ووصلت يا سيدي للخيط اللي باقي، أنت الشخص الوحيد اللي متبقي وشاهد على كل اللي حصل. إيه مالك؟ مالك مبرق كده ليه؟ عبد المقصود السائل اللي بيشتغل عندك هو اللي رباني. أيوه دي حقيقة، الرجل الله يكرمه اشتغل عندك بالاتفاق معايا عشان يجيب لي كل أخبارك وكل القضايا الوسخة اللي أنت شغال أو اشتغلت عليها، وآخرهم بقى القضية اللي أنت كنت قاعد بتقرأ ورقها قبل ما اخطفك، قضية القاتل اللي قتل ضحيته في وسط الشارع وأنت قبلت تترافع عنه. إيه؟ قبلت القضية ليه بقى؟ كنت هتدور له على مخرج عشان تطلعه مجنون؟ ولا كنت هتزيف الحقيقة بقى اللي الناس كلها شافتها؟ ولا كنت ناوي تطعن بقى في شرف الضحية؟ لكن كل ده ما يخصنيش، أنا اللي يخصني هو حقي، وأنا بصراحة خدته بعد ما لعبنا لعبتي المفضلة. أيوة صح، نسيت أقولك، الشاب صاحب الحكاية اللي حكيتها لك في الأول. يبقى أنا أبويا زمان كان جايب لي كمبيوتر، وكنت بشوف عليه سلسلة أفلام سو أو ساو زي ما قلتلك، زي ما الناس ما بتقولها يعني، وبصراحة كانت بتبهرني جدا. وعشان كده بعد ما جمعت بلاويك اخترت إن انتقامي يكون في الأوضة دي. شايف الدماغ لما بتشتغل في الانتقام؟ مش زيك، دماغك ما بتشتغلش غير في اللعبة بالقانون وبس. انت حيوان، فكني، لو راجل فكني ولا هفرجك هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يعني بصباعك المقطوع ده؟ وبعدين انت بدل ما تحمد ربنا وتشكرني ان هي جت على صباع بس وان انا ما موتكش، ايه عايز تقوم وتموتني؟ ثم انت لو قمت يعني هتفرجني على ايه؟ ده انا اللي فرجتك على مشاهد خليتك تموت 1000 مرة في الثانية الواحدة. وعلى فكرة بقى ده المطلوب، انا ما كنتش عاوز اموتك، اصلا انا مؤمن بمقولتين. المقولة الاولى هي ان الدال على الخير كفاعله، والمقولة التانية هي ان اللي بيهرب حد من عقاب على ذنب هو عمله وقاصد بيكون زيه زي فاعل الذنب بالظبط، والمفروض يتعاقب بقى هو بدل اللي فلت من العقاب. وكمان مؤمن بالمقولة اللي بتقول ان الميت بيخاف مرة، والمرة دي بتكون وقت الموت، اما الخايف فبيموت 1000 مرة وقت خوفه. وانا بقى شفتك وانت بتخاف وبتموت 1000 مرة دول، وكمان شفتك وانت بتقطع في لحمك. قبل ما امشي في ملحوظتين عاوز اقولهم لك. اولا مفيش حد مات، الحجر اللي كان فوقك انت وفريال كان حجر فلين مدهون اسود، ولما وقع على فريال اتفتحت فتحته في الارضية ونزلت هي في مكان تاني كده تحت الارض. وبالنسبة للي شفته على الازاز ما كانش دم، ده كان كاتشب. عم عبد الناصر فبرضه ما ماتش، الكرسي اتقلب لورا كده ووقع في نفس الفتحة اللي وقعت فيها فريال، وتبدل بقى في لحظة بكرسي تاني عليه عروسة مولعة على شكل بني آدم. يعني في المرحلتين ما كنتش هتموت، وحتى في المرحلة التالتة يعني لو ما كنتش قطعت صباعك كنت هتعيش، مفيش أصلا غسام ولا نيلة، انت اللي جبان. وزي ما قلتلك بتخاف من الموت أو بتخاف من اللي هتشوفه بعد الموت، ودلوقتي بقى خلاص أنا كده خلصت. وبعد ما اخرج من هنا هتتخدر انت بغاز مخدر، ولما تصحى هتلاقي نفسك مرمي على الرصيف اللي قصاد فيلتك بالظبط، وكمان هتلاقي مكان صباعك متعالج، وجوه كده جيب بنطلونك هتلاقي صباعك اللي اتقطع. ونصيحه من واحد اذكى منك، ما تدورش على عبد المقصود ولا عليا، انا وهو ابنه هنكون بره مصر قبل ما انت ما تفوق. واخر حاجه بقى خالص عشان يعني ابقى راضيت ضميري، اتمنى لما ترجع لحياتك وتتاكد ان فريال وعبد الناصر عايشين وتربوا، اتمنى ان انت كمان تتربى وتعلن بقى ان انت مش هتترفع في القضيه اللي انت شغال عليها دي، والا ممكن في يوم من الايام تلاقي كده نور المكان اللي انت قاعد فيه اتقطع، وفجاه تلاقيني ظهرت تاني في وشك. سلام سلام يا ديوس، ولا تحب اقولك يا عقر ولا يا تعلب ولا يا اوسخ واحد لبس الروب الاسود ولا ايه بالظبط؟ ها تحب اقولك ايه؟ لف كريم ود ظهره الوحيد، وقف في نص الاوضه التانيه وابتسم وهو بينزل من الفتحه اللي في نص الاوضه، الفتحه اللي نزلت فيها فريال ومن بعدها عبد الناصر. ومن بعد نزوله ابتدى المخدر يخرج من فتحات التهوية وغاب وحيد عن الدنيا. ولما فتح عينيه المرة دي لقى نفسه زي ما كريم ما قاله بالظبط، كان مرمي على رصيف قصاد فيلته ومكان الجرح كان متعالج كويس، والصباع المقطوع كان في جيبه. والحد هنا بقى بتخلص الحكاية برجوع وحيد نجيب لحياته واختفاء عبد المقصود وعيلته معاهم كريم. أما عبد الناصر وفريال فدول من الصدمة حياتهم اتشقلبت، عبد الناصر تاب وما بقاش بيخرج من المسجد، وفريال فقدت النطق خالص وما بقتش حتى بتتكلم مع أي حد. وبعد ما فاتوا أيام انتشر خبر ومقال في الجرايد، مقال أرى كريم لعم عبد المقصود بصوت عالي وهو قاعد جنبه كده في بيت أجاره في دولة ما. لأسباب غير معروفة اعتذر المحامي المعروف وحيد نجيب عن الدفاع في قضية القاتل الشهيرة،
وبسؤاله عن أسباب الاعتذار أجاب بأن الأسباب تخصه وحده، ثم نظر ليده اليمنى ولإصبعه المقطوع وبكى. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب محمد شعبان على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم.